عموما في تفاصيل اكتر وحاله التفاؤل ان شاء الله اللي عند الجهاز الفني واللاعبين وعندنا ان الاهلي يقدر يكسب من المغرب ويرجع بالبطوله هنعرفها بالتاكيد من خلال زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي في وسط العاصمه في كازابلانكا عشان نشوف منه اخر الاخبار وكل الجديد الخاص ببعثه فريق النادي الاهلي. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي المشاهدين وتحياتي لجمهورنا جمهور النادي الاهلي العظيم. اخر الاخبار لديك وحاله التفاؤل اللي عند البعثه والنهارده التصريحات اللي قالها كولر والشناوي اكيد بتدي انطباع عن مدى جاهزيه الفريق نفسيا وفنيا وبدنيا للقاء الوداد غدا باذن الله. يعني بمشيئة الله يا محمد لعبت النادي الأهلي طلعت من القاهرة إلى هنا إلى كازابلانكا عشان ترجع بمشيئة الله بالكاس، تركيز كبير جدا، معنويات مرتفعة، حالة من الهدوء الكبيرة، حالة من احترام المنافس الكبيرة جدا. يمكن أنت ذكرت طبعا التصريحات الخاصة بكولر والشناوي، يعني الذكاء كان مهم جدا في أن أنت تخرج من المؤتمر الصحفي لأن كان في ضغط كبير جدا جدا من الأسئلة، أسئلة كلها يمكن كانت مطولة فيها ضغط شوية، الكلام الجماهير، عقدة الأمور يمكن كلها بالخبرات الكبيرة، عارفين ان الشناوي خبرته كبيرة جدا في الردود، ايضا كمان كولر الحقيقة يعني تعامل بذكاء وبهدوء كبير جدا وناقش كمان عدد من الصحفيين في السؤال، امر كان مهم جدا، ده بيتنقل للجماهير، بيروح للعيبة، بيروح لوسائل الاعلام، بينقل مدى وعي النادي الاهلي لهذه المباراة، مدى هدوء النادي الاهلي، النادي الاهلي متقدم بشكل كبير جدا جدا في الاداء وفي النتيجة وفي الظروف وفي الفرص، عندنا فرص كبيرة جدا يا محمد، لكن بمشيئة الله ان شاء الله من خلال التحضيرات، من خلال وجود مجلس ادارة النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسام جالي رئيس البعثه وكل اعضاء مجلس الاداره المتواجدين، حاله من الدعم والمسانده المعتاده، يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح. عايز اطمنك يا محمد كالعاده ونطمن كل جمهور النادي الاهلي تحديدا على تدريب الامس، احنا لسه النهارده هنتدرب على مركب محمد الخامس في 8 مساء هنا بتوقيت كذا، ايضا بالعاشره بتوقيت القاهره، لكن عايز اكد لك على حاله اللاعبين امس والتركيز الكبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه يمكن ملعب العربي الزاوي للنادي الاهلي تدرب عليه في التدريبات الاخيره في مواجهه الرجاء، ملعب جيد جدا، لكن مدى الجديه اللي شفناها في التدريبات كولر الحقيقه اللي يمكن جمهور النادي الاهلي كمان في هذا الامر كان شيء مهم جدا، تواجد اكثر من 50 فرد متواجد طبعا او مشجع لجمهور النادي الاهلي، حرصوا ان هو يكونوا متواجدين، دخلوا المدرجات، عملوا حاله مهمه جدا يا محمد، نادوا على كل اللعيبه وتحديدا علي معلول اللي كان ليه نصيب من المسانده والدعم والهتاف الكبير جدا، عشان كده بناكد على وعي جمهور النادي الاهلي. النقطه مش في الجمهور هنا في نادي الوداد، النادي الاهلي لعب في اكثر من مباراه كبيرة جدا في كاس العالم، ايضا كمان الاندية كان في جمهور بيساند، ايضا كمان النادي الاهلي الترجي راح في رادس في جمهور عديد جدا، النادي الاهلي الجمهور بالنسبة له هي متعة، النادي الاهلي ما عندوش حاجة اسمها ضغط جماهيري في اي فريق بيقابله، للنادي الاهلي جمهوره اعظم، جمهوره عظيم، جمهور النادي الاهلي هو اللي احنا بنقدر نقول يضغط، لكن النادي الاهلي متعود على هذه الامور، النادي الاهلي عارف اهمية ال 90 دقيقة، السيناريوهات مهمة جدا ان الكولر يكون محضرها، ياسين المكاري عليه دور كبير جدا الحقيقة، بنشوفه بيجتهد في التحضير في الهايلايتس، بيحاول ان هو يجتهد عشان يدي صورة أخيرة ونهائية لمستر كولر عشان يقدر يبني عليها التكتيك والتشكيل والثغرات وسيناريوهات المباراه. يا رب محمد ان شاء الله باذن الله تدريبنا النهارده لعيبه النادي الاهلي تكون على مدى تركيزها الكبير اللي احنا شايفينه في التدريبات، تكون حريصه جدا ان هي تحافظ على بعضها، لان احنا الحمد لله السكواد اللي موجود مع فريق النادي الاهلي الكل بكامل جاهزيته، ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حد بيشكي من اي حاجه، فيا رب ان شاء الله باذن الله الامور النهارده تكون مطمئنه في التدريبات. انت عارف النهارده التدريب الرئيسي والاخير 15 دقيقه المعتاده طبعا لوسائل الاعلام، ومن بعدها يكون غلق تام للتدريبات. اكيد مستر كولر محضر امور عديده النهارده، يا رب محمد ان شاء الله تكلل بالنجاح وتدريب النهارده يكون قوي لفريق النادي الاهلي، يستفيد منه النادي الاهلي ويكون وصل لكل اللاعبين الجرعات التدريبيه وايضا كمان النظري والعملي، ان شاء الله خير يا محمد باذن الله ان شاء الله. طيب موضوع التذاكر يا كريم وموضوع التذاكر اخر الاخبار عندك بخصوص السعه المحدده للاهلي، هل الاهلي خد السعه المحدده ليه؟ هل الوداد هو اللي هيطرحها للبيع؟ موقف الكاف في مساله سعه التذاكر يعني هتطرح ازاي لجمهور الاهلي؟ انت قلت لي دلوقتي في 50 مشجع كانوا موجودين امبارح في تدريب الاهلي، فهيحصلوا على تذاكرهم ازاي؟ هل في معلومات واضحه في هذا الشان؟ يعني بالتاكيد طبعا محمد نقطه مهمه جدا، انت عارف طبعا المعامله بالمثل، النادي الاهلي يمكن كان تخصص ليه 2500 تذكره لمشجعي نادي الوداد اللي تواجدوا، يمكن هم طبعا تواجدوا بعدد اقل من كده لكن كان كثافتهم موجوده وشفناهم في استاد القاهره. على الجانب الاخر بالتاكيد نادي الوداد يمكن في هذا الامر طلع 2000 تذكره، لكن
طعن هنا من كذا او بيجي من بره كذا بيتواجد الى فندق الاقامه، الاجراءات المعتاده بالباسبور بتبدا تاخد التذكره بتاعتك. يعني بنامل بس ان شاء الله باذن الله. انا عندي يمكن هقول ارقام لسه، بس احنا لسه طبعا في صباح اليوم، يعني حتى هذه اللحظه 400 تذكره، لكن بنامل بمشيئه الله ان شاء الله على مدار نهايه اليوم وغدا ايضا كمان صباح اليوم صباح الغد بمشيئه الله يكون العدد قرب شويه من ال 2000 او ال 2000 ونص ان شاء الله باذن الله منتظرين جمهورنا. لكن الاجراءات هنا متواجد فيها بعثه للنادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر كل وسائل الدعم لجمهور النادي الاهلي، بيسهل الامور الخاصه بالتذاكر، الامور ان شاء الله تكون محسومه لجمهورنا يكونوا متواجدين مهما كان قله العدد محمد في التواجد. انت عارف النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي منتظره جمهورها بكثافه، لكن عندها امل كبير وعندها دافع كبير جدا ان في ملايين في القاهره وخارج القاهره منتظره النادي الاهلي يعود بال11. فان شاء الله باذن الله يوم 11 تكون يوم نصر وفرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. زياره بدر بنون للفريق بالامس في ملعب العربي زوالي، وانا عارف ان الزياره دي كان لها تاثير معنوي كبير جدا سواء في زيارته للاهلي او حتى على تناول الصحافه المغربيه لزياره بدر بنون. انطباعاتك انت كريم لما شفت الزياره واتكلمت مع بدر، والنهارده وسائل الاعلام المغربيه لما رصدت زياره بدر لفريق النادي الاهلي؟ الحقيقه يعني بدر بنون واحد من الشخصيات الطيبه والمحترمه والمثقفه جدا. يعني انت عارف يا محمد النادي الاهلي اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ما ينفعش ينساه. بدر بنون تحديدا يعني علاقة أخوة كبيرة جدا بين الجميع وبين لاعبي النادي الأهلي. الراجل كالعادة لما يعني النادي الأهلي لاعب الرجاء تواجد، ويمكن أما كانت متواجد في المغرب راح للعيبة النادي الأهلي وكالعادة طبعا، لكن الهجوم هنا أنت عارف الوداد والرجاء يمكن الهجوم ده بيكون صعب شوية طبعا كالعادة لبدر بنون. الراجل متعود على هذه الانتقادات، لكن الحقيقة يعني الاستقبال كان كبير جدا وده اللي شفناه. الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يمكن دار حديث مطول مع بدر بنون، ويمكن الكابتن الخطيب قال له يا بدر بعد ما تخلص كرة أو بعد ما تبطل كرة النادي الأهلي فاتح أبوابه ليك لو عايز تيجي. امور كلها الحقيقه بتعكس مدى العلاقه الكبيره جدا ومدى احترام بدر بنون للنادي الاهلي، والعكس صحيح مدى احترام النادي الاهلي لبدر بنون على زيارته. زياره كانت مؤثره كالعاده وصلت ليه اللاعبين. الحسابات اللي هنا محمد النادي الاهلي ملوش دعوه بيها، لكن النادي الاهلي بيشوف فقط لغير ان ده كان واحد يعتبر يرتدي تيشيرت النادي الاهلي، حمل اسم للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه وبطوله الدوري وايضا كمان كل البطولات. عشان كده لابد ان يكون في يعني رد واجب زي ما بنقول. بدر بنون واحد من الشخصيات المحترمه جدا، كل الدعم ليه. زيارته كانت مهمة. كلامه عن النادي الاهلي الحقيقه امر طيب جدا ومهم جدا، فبن اكيد بنتمنى طبعا لبدر كل التوفيق. وزيارته وصلت لاعبين، مش عايز اقول لك محمد يعني الفرحه اللي كانت على لاعبي النادي الاهلي ان هم شافوا بدر، لان هو علاقته طيبه جدا سواء بالشناوي علي معلول. فعشان كده بنقول كل الدعم الحقيقه لبدر بنون واحد من الشخصيات المحترمه جدا يا محمد. اخر سؤال يا كريم، الاجواء اللي عندك درجه الحراره والجو، جو كوره ولا الجو حر شويه؟ لا يمكن الحمد لله رب العالمين يا محمد، يعني كنا بنتمنى قبل ما نيجي هنا يكون الجو او المناخ طيب ويعني مؤهل لاداء مباراه مميزه جدا. الحقيقه الطقس هنا في كازابلانكا حاجه اكثر من رائعه، يعني ما نقدرش نقول حراره في توقيت المباراه الساعه 8، الجو طيب جدا، في رياح بسيطه، ما فيش حراره ما فيش شمس. فان شاء الله باذن الله كل الظروف دي تكون معانا الطقس يوم المباراه. منتظرين كمان غدا، ده يوم بالنسبه لنا بيكون مهم جدا يا محمد، تحركنا من فندق الاقامه للتامين. انت عارف طبعا بيكون في كثافه جماهيريه كالعاده من جماهير نادي الوداد، لكن كل الامور دي الحقيقه ان شاء الله باذن الله متروكه للجانب الامني للتنسيق الامور التنظيميه الخاصه بيه الكاف. يا رب ان شاء الله محمد يكلل بالنجاح كل المجهودات ودعواتك يا محمد ان شاء الله ودعوات كل جمهورنا. انا عارف ان جمهورنا منتظر هذه البطوله بشكل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله ربنا ينصرنا ونرجع باذن الله ان شاء الله معانا البطوله. سريعا يا كريم اخر حاجه كده بسرعه، بما انك ذكرت الكاف والتنظيم، هل في فعاليات النهارده الكاف عاملها مع الاهلي وبعثه الاهلي والوداد، ولا نفس السياق اللي تم في مباراه الذهاب مفيش جديد؟ لا يعني ما هقدر اقول لك ما فيش جديد يا محمد، الامور المعتاده خالص يعني بالنسبه طبعا للكلام، لكن في تشديدات بالنسبه طبعا النهارده للشكل العام اللي احنا شفناه في مركب محمد الخامس، لكن كلها امور اعتياديه يا محمد ما فيش اي جديد. اكيد. كريم احمد موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه الاهلي في كازابلانكا، وطمنا بشكل كبير مقر الاقامه، الامور الحمد لله تسير بشكل جيد في الاطار الاستعداد لمباراه الغد.